طيب دكتور، ربما في الختام، ما توقعك للمنحنى البياني الذي سيجسد انتشار فيروس كورونا في الجزائر، وماذا تريد أن تقول للمواطنين كطبيب وكعضو في هذه اللجنة التي تحمل على عاتقها مسؤولية معينة فيما يتعلق بمحاربة هذا الوباء؟ نعم، أولا أني أرى أن قرارات رئيس الجمهورية في محلها صح راهي تدريجية، ولكن قرارات يعني ماهيش صعب، ماهيش سهل باش نطبقوها. الآن كما قلت من قبل على قناتكم، المسؤولية راه عند المواطن. المنحنى شوف، المنحنى راهو في يد المواطن. أعداد يعني ذروة الوباء أو الجائحة راهي قريب من الحقولها، ولكن تقدر يكون هناك ذروة 5000 حالة، تقدر تكون ذروتها 20000 حالة، هذا في يد المواطن. الآن واش لازم نديرو؟ حنا نطلبوا باش يكون هناك حجر كامل للبلاد، ونطلبوا من المواطن أن يتحلى بحس، يعني ماشي كل مواطن يعطوا له 3 سوايع تاع الحرية، لازم بالعامية يقولوا له يبروفيتي، يخرج يقول لك أنا قبل ما نلحق 3 لازم نخرج على 12 وعلى وحدة إلى آخره.